مرحبا طلابي الأعزاء، سوف نبدأ اليوم بفيديو الأسبوع الخامس لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، فهيا بنا. هنا عزيزي الطالب سوف نبدأ بالقراءة التفسيرية لدرس عدنان وطبيب الأسنان، ومن ثم سوف نفرق بين حرفي التاء والطاء في الكتابة واللفظ كما ترى عزيزي الطالب. أيضا عزيزي الطالب سوف نميز بين اللام الشمسية والقمرية، سوف نتعرف على تعريف الحروف الشمسية وتعريف الحروف القمرية، ثم سوف نتعرف ما هي الحروف الشمسية وما هي الحروف القمرية. أيضا عزيزي الطالب سوف نتعرف على أيام الأسبوع باللغة العربية كما ترى هنا عزيزي الطالب، ومن ثم سوف ننتقل لمهارة التعبير الكتابي بطريقة مبسطة، فسوف نرتب الكلمات المبعثرة في جمل مفيدة. وأخيرا عزيزي الطالب سوف نميز بين المذكر والمؤنث كما ترى، وسوف نطرح أمثلة على المؤنث وأمثلة على المذكر، فسوف نميز بينهما. وبهذا عزيزي الطالب نكون قد انتهينا من جولتنا حول فيديو الأسبوع الخامس لمادة اللغة العربية للمستوى الثاني، شاكرة لكم حسن استماعكم وطابت أوقاتكم بكل خير.